السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية قول الله وصلى على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. ففي المقطع هذا هشرح لكم كيف نقدر نتحصل على الجوائز الظاهرة أمامكم مجانا، عبارة عن سكين وأيموجي وبخاخ وشاشة تحميل. هشرح لكم كل شيء بالتفصيل. فقبل ما نبدأ المقطع، أتمنى أي شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك. وخلينا ندخل في التفاصيل. طيب، امس ايبك جيمز نزلت مدونه اللي هي بات فينيسيز الملك الكبير. قبل ما ندخل في موضوع الهدايا، في شيء صغير بوضح لكم اياه. يقول لك اجعل حدثك صاخبا يوم 19 نوفمبر، يوم الجمعه 19 نوفمبر الساعه 11 مساء بتوقيت الرياض. فورتنايت تنزل بث على تويتش. البث هذا عبارة عن البطولة وحوار مع اللعيبة. صراحة البث مرة حلو، لا يفوتكم. كل اللي عليك تدخل تويتش تكتب فورتنايت فينيسز، هيطلع لك على طول وتتفرج البث. أوكي؟ طيب، خلينا ندخل في جوائز تويتش. يقول لك سنبث في خلال يومي نهائيات الحدث الملكي الكبير يوم 19 نوفمبر و 20-21 نوفمبر. أنا وضحت لكم إياها بطريقة حلوة عشان الكل يعرفها. موعد البث الجمعة 19 نوفمبر والسبت 20 نوفمبر والأحد 21 نوفمبر. طب أنا ليش وضحت لكم هذا الشيء؟ لأنه من خلال المواعيد هذه نقدر نتحصل على هدايا تويتش. عندكم الأوقات ظاهرة أمامكم، هذه هي الأوقات بات منطقة أوروبا، وعندك منطقة أمريكا الشمالية والبرازيل وآسيا. صوروها عشان الكل يعرفها. مجرد أنك تعرف التوقيت وتعرف الميعاد، تدخل تتفرج البث حق تويتش لمدة 15 دقيقة، تحصل على الجوائز الظاهرة أمامكم. ماشي؟ طيب، أول هدية هناخدها هي الأيموجي، بعدين البخاخ، بعدين شاشة التحميل. طب هيجيني واحد يسألني يقول لي أنا ما أعرف أخذ هدايا تويتش. ما عندك مشكلة، أنا أحط لك الرابط أسفل الفيديو للمقطع السابق، شرحت فيه بالتفصيل كيف تقدر تأخذ هدايا تويتش. تدخل المقطع وتفهم منه كل شيء عشان لما يجي موعد الهدايا دي يكون الشيء بالنسبة لك مرة سهل. هذا واحد. ثاني شيء، كل هدية أنا أخذها بحط صورة منها في المشاركة أو في المنتدى أو في الديسكورد. رابط الديسكورد أسفل الفيديو. والمنتدى، في ناس ما تعرف شو هو المنتدى، تدخل على قناتي تلاقي مكتوب الفيديوهات قوائم التشغيل، وفي كلمة مكتوب عليها المنتدى. أول ما تضغط عليها هيظهر لك صور كل شيء جديد. قبل ما ينزل في أي مكان دائما أنزل عنه صورة في المنتدى وأكتب عنه البيانات، كل شيء جديد هتحصله فيه. ماشي كده؟ هذا كل شيء كان عن هدايا تويتش وكيف نقدر نتحصل عليه. طيب الآن أوضح لكم كيف نقدر نحصل على السكين ذا مجانا. يقول لك اربح زي نخبة المنتصر في كأس المجتمع، عبارة عن بطولة. إذا ربحت في البطولة تأخذ السكين ذا وحقيبة معاه مجانا. الحقيبة لين دحين ما ظهروها، ما ندري ليش، مش مشكلة. نظام السيرفرات مقسمين القسمين، القسم الأول يوم 16 نوفمبر والقسم الثاني يوم 17 نوفمبر. أنا وضحت لكم إياها عشان تعرفوها. السيرفر الأول في شرق أمريكا وغرب أمريكا الشمالية والبرازيل. موعد البطولة يوم الثلاثاء 16 نوفمبر الموافق 11 ربيع الثاني. طيب، عندك السيرفرات الثانية اللي هي أوقيانوسيا وآسيا والشرق الأوسط أوروبا. موعد البطولة يوم 17 نوفمبر الموافق 12 ربيع الثاني. أوكي؟ طيب خلينا أشرح لكم عن البطولة وقواعد البطولة، ركزوا معايا. واحد، نظام البطولة ثلاثية يعني تريوس، بس في ملاحظة لازم تعرفوها. إذا أنت اخترت أصحابك لازم تكمل معاهم البطولة للآخر. مجرد واحد منهم يخرج ترجع نقاطك صفر. فاختار أصحابك كويس قبل ما تدخل البطولة. اثنين، نظام البطولة 10 أيام أو 3 ساعات. يعني ممكن تلعب 10 أيام في ساعة، وممكن تلعب 5 أيام في 3 ساعات. اللي يجي أول هتنتهي معاك البطولة. ثالث شيء، لازم تكون مسوي المصادقة الثنائية. اللي ما يعرف يسوي المصادقة الثنائية، أنا حط رابط أسفل الفيديو يوضح لك كيف تسوي المصادقة الثنائية. صح إن الفيديو قديم وبدون صوت، بس موضح فيه كل شيء بالتفصيل. رابع شيء، لازم حسابك يكون واصل 30. أوكي؟ طيب، دحين نيجي لتقسيمات السيرفرات وكل سيرفر كم يربحوا فيه. تمام؟ طيب، لاحظوا معايا. السيرفرات، أوروبا اللي يربحوا فيه 900 شخص، وشرق أمريكا 420 شخص، وغرب أمريكا 160 شخص، البرازيل 280 شخص، آسيا 100 شخص، أوقيانوسيا 60 شخص، والشرق الأوسط 80 شخص.
لو تختار أوروبا أفضل لأنه فيها 900 شخص، يعني ممكن لك مجال إنك إيش تفوز بالسكيل. تمام، هذا كل شيء كان عن البطولة وكيف نقدر نتحصل على جوائز تويتش والسكين مجانا. طيب البطولة هذه حتيجي يوم 16 أو 17، قبلها بيومين أو 3 أيام أنا أحط لكم صورة في المنتدى وصورة في الديسكورد للتذكير، يعني قبل الموعد، قبل موعد البطولة بيومين أو 3 أحطها أوضح لكم إنه بعد يومين في بطولة عشان الكل يتذكر إنه يلعب البطولة. أوكي، كده وصلنا لنهاية مقطعنا. أتمنى أي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، وأهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك. وإذا عنده أحد أي استفسار أو أي سؤال ارسل لي في التعليقات أو على الديسكورد، هأخدمه باللي أقدر عليه، وإن شاء الله نتقابل في مقطع آخر، وفي أمان الله.